منحت منظمة الصحة العالمية محافظة العاصمة شهادة اعتماد منطقة أم الحصم لقب أول مدينة صحية في مملكة البحرين، تنال هذا الاعتماد الدولي. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة العاصمة بحضور سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح ومعالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وممثلي منظمة الصحة العالمية في السعودية والكويت والبحرين وعدد من كبار المسؤولين وممثلين عن المنظمات الدولية وأهالي أم الحصم. في إنجاز جديد يضاف لسجلات مملكة البحرين في مجال الصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية والحضرية، منحت منظمة الصحة العالمية محافظة العاصمة شهادة اعتماد أم الحصم لقب مدينة صحية، حيث تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق بين وزارة الصحة ومحافظة العاصمة من خلال إطلاق برنامج المنامة مدينة صحية في مارس 2017. الحمد لله استطاعت هذه المدينة أن تحقق 80 من المعايير بالنسبة إلى المدينة الصحية، وإحنا طبعا نشكر كافة الجهات لأن هي لم تكن فقط جهة واحدة، هي محافظة العاصمة بالإضافة لوزارة الصحة بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات الحكومية وأيضا الجهات الأهلية الذين بذلوا كل الجهد في تحقيق هذا الإنجاز لأول مرة يحصل في البحرين، فكانت تجربة ناجحة الحمد لله، واستطاعت البحرين أن تحقق هذا الإنجاز على المستوى العالمي بحصولها هذه الشهادة التي راح تكون فيها نوع من الاستمرارية والديمومة إن شاء الله في مملكة البحرين. اعتمدت منطقة أم الحصم نموذجا لتطبيق مشروع المدن الصحية لتكون بذلك باكورة انطلاق المشروع، وذلك بفضل توفر البنية التحتية الملائمة من شوارع وصرف صحي وكهرباء في المنطقة، إضافة إلى عديد من المراكز الرياضية والاجتماعية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني متعددة الأنشطة. المدينة الصحية ما هي المدينة؟ هي فكر كيفية توصيل الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين بيئتهم بحيث تصبح صحتهم أفضل وأحسن. كانت أم الحصم يعني هي البداية والتجربة، واكتسبنا الخبرة الآن، والآن إن شاء الله بنتعامل الهدف مثل ما حطينا ومثل ما تشوفون في شعارنا أن تكون المنامة مدينة صحية. والله مدينة المنامة بشكل عام ومدينة أم الحصم بشكل خاص البنية الصحية الموجودة قوية جدا ومتينة جدا، فكان يعني ما كانش صعب جدا أنه تم في أم الحصم التوصل إلى جميع المعايير اللي تثبت أن أم الحصم فعلا مدينة صحية. فمعظم المؤشرات تم تنفيذها في أم الحصم خلال فترة يعني وجيزة جدا، وذلك بسبب وجود البنية الصحية المتينة في أم الحصم بشكل خاص وفي العاصمة بشكل عام. أم الحصم النموذج والمثال الرائع لبرنامج المنامة مدينة صحية جاء بتعاون أهلها وتواصلهم الدائم مع المحافظة وشراكة كافة مؤسساتها من أجل هذا الاستحقاق التاريخي الذي تم إنجازه في غضون 9 أشهر فقط، وما زال العمل جار لتحويل محافظة العاصمة إلى محافظة صحية عبر تحقيق 80% من المعايير المعززة لتكون مدينة صحية لها دور فعال في رعاية البيئة وتنميتها وتعزيز الصحة العامة في العاصمة. سيرين عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.